ولعباس ملتونا يعني هسه شنو يعني هاي كلها جرحى هاي يعني الناس احنا ما نضرب احنا عراقيين وسلميين ومتعاونين ويا القوات الامنيه ومظاهراتنا سلميه وان شاء الله متعاونين ويا المظاهرات بس انا لا اريد برلمان ولا اريد احزاب ولا اريد عادل عبد المهدي لو شريف اذا هذا يحتصمنا بالبرلمان النواب تحتصمنا بالبرلمان وهذا يريد يطفر لك عيال بالحكومه غير اريد اعرف داست بكربلاء وسوتها مجزره هذا ما يصير اللي البارحه سووا حظر التجوال التجوال احنا من الشعوب المعانده وشعب اهل زماط تصدر شيء ضد الشعب يزيد البارحه للصبح السيارات تجول بالشوارع وواحد هيبه الدوله ما نريد احنا تروح هيبه الدوله ضد شلع قلع ما نريد دوله الدوله اللي تستجوب وزير الكهرباء شنو الناس هاي ماتت بلتين بالكهرباء ماتت رصاص حي باقين احنا هنا للموت باقين هنا احنا دعم لهم كل العراق من الشمال للجنوب ما نعوف البلد هذا وطننا مبيوع الايران والامريكا والدول الخليج كلها ما احنا نتحكم ببلدنا ما نريد واحد يتحكم بينا ليش ذاك اليوم يداعون مظاهرات لبنان واي مظاهره تصير باي دوله تنقل الاذاعات العراقيه الباقي ليش ما هذول اهلكم اخوانكم هذول ناسنا احنا هن العراقيين ليش اذاعاتنا البقيه وين؟ الاذاعات الحسينيه اللي تسمى بالحسين الحسين هو منين طلع؟ ليش انقتل؟ على ثوره الاصلاح وطلب طلب الاصلاح في امه جد رسول الله مو هاي الناس الباقي هنا لمن الداعي؟ الداعي بمن؟ بحقوق لبنان؟ من 2003 ولحد الان ما منتخب ولا واحد ليش؟ اكو قضيه لازم الكل تسمعها القضيه شنو؟ اجت هنا ثلاث كتل وشكل الحكومه هم امريكا من وضعوا هذا القانون بعد العراق له مليار سنه ما يجوا والدليل على هذا اي كتله مش مرخصتكم اي كتله تصعد ما تقدر تسوي اي قرار